الناس دلوقتي بيستمتعوا بالنجوم ورصدها، وخاصة لما تبص في السماء في أماكن الصحراء اللي بتخليك مندهش للجمال اللي بتلاقيه في السماء. لكن البشر قديما كان ليهم رؤى مختلفة للنجوم، وكانوا بيخافوا منها من كتر الأساطير اللي حواليها. ومن ضمن النجوم دي نجم كان بيرمش ويغمس في السماء. النجم ليه اسم عربي مرعب ومخيف، نجم رأس الغول الجول، أو نجم الشيطان. كل الرعب ده كان جاي من ان النجم ده لمعانه مش ثابت وبيتغير وبيزيد كل يومين وعشرين ساعة وتسعة واربعين دقيقة، وبينخفض لمعانه لمدة عشر ساعات كاملة قبل ما يزيد تاني ويبدأ دورة من جديد. الناس زمان كانوا بيعتقدوا ان عين الشيطان المرعبة اللي بتغمز ليهم علشان تنذرهم بشر قريب. كل ده كان مصدق عند الناس زمان من 2000 سنة فاتوا لغاية معرفنا دلوقتي النجوم وأشكالها وألوانها وأحجامها وتغير لمعانها. تعالوا النهاردة مع بعض نروح في رحلة للنجوم علشان نعرف عنها أكتر وبتفاصيل ما ناقشناهاش قبل كده هنا في القناة. اخبط اللايك الجميل وضيف معنا في الرحلة الجميلة النهاردة. الكون حوالينا هو لغز كبير ولسه بنحاول نفهمه، وطبعا اول حاجه بتيجي في بالنا دايما لما بنقول كلمه فضاء او كون هو اننا نراقب النجوم حوالينا بالليل ونشوف لمعانهم والوانهم المختلفه. والحقيقه ان فهمنا للنجوم هو شرط اساسي علشان نفهم الكون حوالينا، لان النجوم هي حجر بناء المجرات وعناقيد المجرات اللي بتكون الكون، غير انها كمان المكان الاساسي لتكون كل العناصر الموجوده في الكون من اخف العناصر لحد أتقل العناصر الموجودة على كوكبنا. كان في حد بيسأل سؤال قبل كده، هل ممكن يكون عدد النجوم في الكون المرصود أكتر من عدد الرمال اللي موجودة على شواطئ الأرض؟ والحقيقة إن ده ممكن، وبحسبة بسيطة لو جينا ناخد عدد النجوم في مجرتنا اللي بيصل ل 100 مليار نجم في المجرة، وبيوجد حوالي 2 تريليون مجرة ويمكن أكتر. لو ضربنا رقمين علشان نحصر عدد النجوم في الكون المرصود هنلاقي ان عدد النجوم ممكن يوصل ل 200 سكستليون، يعني 200 وجنبها 20 صفر. وممكن الرقم مع اختلاف التقديرات يصل ل 200 وجنبها 24 صفر، رقم مهول صح؟ عشان كده احنا محتاجين نعرف اكتر عن انواع النجوم وازاي بيتكونوا وايه هي مراحل تطورهم. كل ده هيساعدنا نفهم اكتر عن الكون حوالينا. زي ما قلنا ان النجوم هي مصنع العناصر كلها اللي تكونت بعد الهيدروجين والهيليوم وبعد الليثيوم في بداية الكون، وانها المركز الرئيسي اللي بسببه اتكونت المعادن اللي بنشوفها على الارض والثروات الثمينة زي الذهب والالماس وغيرهم. ولما بنيجي نبص للنجوم في السماء بنشوفهم كلهم تقريبا نفس الالوان، ولكن الحقيقة مش كده خالص، وان النجوم ليها الوان مختلفة واحجام مختلفة، وكل نجم له طيف مميز. ولو جربنا نشوف ضوء الشمس خارج الغلاف الجوي للأرض هنشوف إن ضوءها أبيض، وإن اللون الأصفر أو البرتقالي اللي بنشوفه هو تأثير الغلاف الجوي على الضوء الصادر من الشمس اللي بيشتت الأطوال الموجية القصيرة زي الأزرق والبنفسجي والأخضر، والأطوال الموجية زي الأحمر والبرتقالي بتقدر توصل لينا. وبكده إحنا عندنا تصنيف للنجوم حسب الألوان اللي بتظهر في التصنيف الطيفي، واللي بتعتمد بشكل أساسي على درجة حرارة سطح النجم زي ما هنشرحها بعد شوية، والتركيب الكيميائي للنجم، وبيتصنفوا من الأعلى في درجة الحرارة واللي بيتميزوا باللون الأزرق إلى الأقل في درجة الحرارة وبيتميزوا باللون الأحمر. والتصنيف ده بدأ من الثمانينيات من القرن التاسع عشر وفضل يتطور، وفي سنة 1920 وفي مشروع استخدم فيه العلماء 225,300 نجم واللي تسمى بمشروع هنري داربر كاتالوج، والتصنيف كان على النحو التالي: O B A F G K M. كل حرف بيعبر عن خصائص في النجوم. مثلا النجوم من النوع O بيتميزوا باللون الأزرق والأزرق المايل للبنفسجي، ودرجة حرارة سطح النجم أكتر من 30,000 كلفن وبتصل ل 60,000 كلفن، وبيكون أحجامهم ضخمة جدا وهم الأكثر ندرة في الكون. من الأمثلة على النوع ده من النجوم هو نجم في حزام أورايون معروف باسم النطاق أو النطاق باللغة العربية. النجوم من النوع بي بتتميز بالألوان بين الأزرق والأبيض لارتفاع درجة حرارتها ما بين 10,000 إلى 30,000 كلفن،
ومن الأمثلة عليه النجم رايجل في كوكبة أورايون. النجوم من النوع A بتتميز بالألوان البيضاء، وبتتراوح درجة الحرارة فيها ما بين 7500 إلى 10000 كلفن، ومن أشهر الأمثلة عليها النجم سيريوس. النجوم من النوع F بتتميز باللون الأبيض، وبتتراوح درجة حرارتها بين 6000 إلى 7500 كلفن، وأشهرها هو نجم الشمال بولاريس. النجوم من النوع G بتتميز باللون الأصفر، وما بين درجات حرارة 5000 إلى 6000 كلفن، ومن أشهرها شمسنا الحنون. النجوم من النوع K بتتميز باللون البرتقالي، وبتتراوح درجة حرارتها ما بين 3500 إلى 5000 كلفن، ومن أشهر الأمثلة عليها النجم أركتيوريس. النجوم من النوع M بتتميز بالألوان البرتقالية والحمراء، ودرجة حرارتها بتكون أقل من 3500 كلفن، ومن أشهر الأمثلة عليها بروكسيما سنتوري، وهو نجم موجود في كوكبة سنتوريس. وكل نوع من دول متصنف لتصنيفات فرعية من 0 ل 9 حسب الخواص ودرجات الحرارة. ومؤخرا مع اكتشاف ما يدعى بالأقزام البنية، واللي هنعرفها كمان شوية، تم إضافة بعض التعديلات على التصنيف وإضافة الأنواع L و T و Y، وهم أقل في درجات الحرارة، وبتتراوح درجات حرارتهم ما بين 800 إلى 2500 كلفن. وخليني هنا أسألك سؤال عزيزي المشاهد، ليه ما فيش نجم لونه أخضر؟ كان السؤال ده طرحته عليكم قبل كده في حلقات سابقة. الإجابة إن عين الإنسان بتستقبل الأشعة اللي جاية من النجوم بكل الأطوال الموجية، والطول الموجي للون الأخضر بيتوسط الطيف المرئي المكون من 7 ألوان. فحلاقي إن العين بتدمج كل الألوان المرئية من أحمر وبرتقالي وأصفر وأزرق ونيلي وبنفسجي، وتشوفها في الآخر باللون الأبيض بدل اللون الأخضر. وهنا خلينا نروح لسؤالنا الرئيسي، إزاي بيتكون النجم؟ خلينا أقولك بس إن في البداية النجوم شبهنا بالضبط، بتتولد وبتكبر وبتبقى في سن الشباب، وبعد عمر طويل أكتر مننا بكتير بتمر بمرحلة الشيخوخة، وبعدها بتموت، وبعد كده من بقايا النجوم بتبدأ تاني تتكون نجوم جديدة من البقايا، وبتفضل عملية مستمرة ودورية. لكن الفرق بين النجوم والبشر إن المراحل دي بتاخد ملايين ويمكن مليارات السنين. بداية وولادة النجوم بتكون في سحابة من الغاز والغبار بتسمى السديم أو نيبولا. بتفضل السحابة دي يتجمع فيها الغبار والغاز في المنتصف لحد ما تبدأ الجاذبية تزيد ودرجة الحرارة ترتفع أكتر، لكن مش لدرجة إنها تبدأ التفاعلات النووية. وهنا بيبقى مرحلة ما قبل ولادة النجم بشكل رسمي كده، يعني كأنه بيتجهز للولادة، وبسبب ارتفاع درجات الحرارة بيبدأ يشع حرارة، وفي الحالة دي بيسمى بروتوستار أو النجم الأولي. وفي المرحلة دي بيكون لسه النجم ما وصلش لحالة استقرار بين الضغط والجاذبية. بس خليني هنا أقف قدام سؤال ممكن تطرحه عزيزي المشاهد، هل كل سديم بيقدر يكون نجم؟ الإجابة إنه لا، مش كل السدم بتقدر تكون نجوم، والموضوع بيعتمد على كثافة ودرجة حرارة السديم والجاذبية فيه. وفي أنواع كتيرة للسدم ومش كلها بتقدر تكون سدم، وفي شروط معينة عشان السديم يقدر يكون نجم، وأهم شرط منهم إن لازم إن النجم الأولي يجمع كتلة تعادل 8% من كتلة شمسنا، وأقل من كده مش هيكون كافي إنه يخلي جاذبية النجم قوية علشان تضغط نواة النجم إنها تبدأ اندماجات نووية لحرق عنصر الهيدروجين. وهنا خليني أكلمك عن نوع من الأجسام اللي فشلت تكون نجم، وهي الأقزام البنية Brown Dwarfs. وزي ما قلت هي فشلت توصل لدرجة الحرارة الكافية لبدء تفاعلات الاندماج النووي للهيدروجين في مركزها، بالتالي سميت بالنجوم الفاشلة. والأقزام البنية بتكون الكتلة بتاعتها أكبر 13 مرة من كتلة كوكب المشتري، وأكبر كتلة بتوصل لها هي أقل من 80 مرة قد كتلة المشتري. وفي نفس الوقت الأقزام البنية بتبقى أكبر بكتير إنها تتصنف ككوكب، والأقزام البنية هي مجرد اسم، ولكن ده مش لونها، لأنها ممكن تتميز باللون البرتقالي أو الأحمر أو حتى الأسود حسب درجة برودتها. ومع الوقت بتبرد وتفقد الحرارة دي لعدم وجود تفاعلات نووية للهيدروجين زي ما قلنا.
وبعد ما عرفنا ايه هو القزم البني، خلينا نكمل رحلة ولادة النجم بعد فترة من مرحلة البروتوستار. بتستغرق المرحلة دي ملايين السنين، بيبدأ النجم يوصل لحالة استقرار بين الجاذبية والضغط اللي هينشأ عن وجود تفاعلات نووية في المركز، وهنا بيتولد النجم بشكل رسمي للكون، وبيبدأ في فترة شبابه وأكثر فترات حياته استقرارا. وحاليا الشمس موجودة في المرحلة دي، وهي مرحلة مين سيكونس ستار، نجم التسلسل الرئيسي، وفيها النجم بيحرق الهيدروجين في مركزه وبيبدأ يحوله الهيليوم، وبتبقى أطول فترة زمنية بيمر بيها النجم. ومع نهاية المرحلة دي بيكون بدأ النجم يستنفذ كل وقوده من الهيدروجين ويحوله للهيليوم، وهنا بتبدأ نهاية النجم. ونهاية النجم دي بتعتمد بشكل أساسي على كتلته، وعلى حسب كتلته بيتحدد مصير النجم، وحينتهي لأي نوع من النجوم. هل هيكون قزم أبيض؟ ولا نجم نيتروني؟ ولا ثقب أسود؟ وخليني كده أقسم لك نهاية النجوم حسب كتلتهم كالتالي. النجوم اللي بتكون أقل من 8 كتل شمسية، هنا النجوم دي التفاعلات النووية فيها بتبدأ بعد ما حرقت عنصر الهيدروجين، فبتبدأ تحرق عناصر أخرى زي الهيليوم، والهيليوم بيتحول لعناصر أتقل زي الكربون وغيرها من العناصر. وبسبب العملية دي بتبدأ ترتفع درجة حرارة لب النجم، تبدأ الطبقات الخارجية للنجم تتمدد، ودرجة حرارة سطح النجم مع التمدد بتقل فبتميل للون الأحمر، ولكن حجمه بيزيد أوقات ليصل لمئات أضعاف حجم الشمس، وإشعاعها بيكون قوي بسبب كده، فبنشوفها ألمع، وبيسمى النجم في المرحلة دي بالعملاق الأحمر ريد جاينت. وبعد مرور الوقت بتبدأ الجاذبية تتغلب وينهار النجم ويطرد طبقاته الخارجية في انفجار يعرف بالسديم الكوكبي بلانتاري نيبولا، وفي المركز بيسيب جسم بيسمى بالقزم الأبيض وايت دوارف، ودي المرحلة اللي هتمر بيها الشمس بعد ملايين السنين. القزم الأبيض بيكون جسم كثيف جدا، لكن نصف قطره صغير زي حجم كوكب الأرض، ولكن كتلته بتكون مئات وآلاف المرات من كتلة الأرض. ومع الوقت ولعدم حدوث تفاعلات نووية بيبدأ النجم يبرد، وفي نظريات عن نهاية القزم الأبيض أنه بعد مرور ملايين ومليارات السنين هيتحول لقزم أسود بارد لا يشع أي ضوء، ولكن لسه ما تمش رصد أي قزم أسود، لأن الأقزام البيضاء علشان تبرد وتتحول للقزم الأسود هتحتاج وقت أطول من عمر الكون حاليا، وهو أكتر من 13.8 مليار سنة، وبالتالي هيبقى مستحيل علينا أن احنا نرصد في المستقبل حتى القريب أي جسم من الأقزام السوداء. وفي بعض الاستثناءات في العملية دي النجوم الصغيرة فيها مش بتقدر تحرق أكتر من عنصر الهيدروجين، ومش بتمر بمرحلة الانفجار، ولكن بتتحول بشكل مباشر لقزم أبيض. والنجوم دي بتكون أكبر من 8 كتل شمسية، وبتمر بنفس مرحلة العملاق الأحمر، لكن الفرق في النهاية بسبب كتلتها الضخمة إنها بتقدر توصل إنها تحرق عناصر في المركز أكتر لحد ما توصل لعنصر الحديد. ولغاية ما نوصل لعنصر الحديد وهو أكتر العناصر استقرارا ومش بيبقى في درجة حرارة كافية إنه يتحول لعناصر أتقل في لوب النجم، فبيحصل إن النجم بينفجر انفجار عظيم وضخم بيضيء السماء زي إضاءة المجرات للسماء في الليل، وبيطلق كم هائل من الطاقة. الانفجار ده اسمه المستعر الأعظم سوبر نوفا، والانفجار ده بغض النظر عن إنه حدث مهم ونهاية دراماتيكية في حياة النجم، إلا إن أهميته تكمن في إنه هو مسؤول عن تكوين العناصر الأتقل من الحديد بسبب الكم الهائل من الطاقة ودرجات الحرارة العالية جدا. وبعد الانفجار على حسب الكتلة المتبقية بيتحول لب النجم لإما لنجم نيوتروني إذا كانت كتلة النجم المتبقية ما بين 1.4 إلى 3 كتلة شمسية، أما لو كانت أكتر من كده بيتحول لثقب أسود. النجم النيوتروني بتكون فيه الكثافة أعلى من القزم الأبيض، وهو من أكتر الأجسام كثافة في الكون، وبيتفوق عليه بس الثقب الأسود. وبيتكون النجم النيتروني من نيترونات، وسرعة دورانه بتكون عالية جدا لدرجة انه ممكن يوصل ل 700 لفة حوالين نفسه في الثانية، وبيتميز بمجال مغناطيسي قوي اكبر من مجال الارض المغناطيسي بملايين المرات، وبيولد موجات راديوية بتكون زي النبضات، وبتكون دقيقة جدا ودورية، وبتخرج على هيئة موجات من اقطاب النجم زي المنارات العملاقة.
طيب هل كل النجوم زي شمسنا بتكون نجوم وحيدة في مركز المجموعة وبتدور حواليها الكواكب؟ الحقيقة ان في نوع تاني من النجوم ومنتشر جدا في الكون بيسمى النجوم الثنائية Binary Stars، والنجوم دي بتكون مرتبطة ببعض عن طريق الجاذبية وبيدوروا حوالين مركز مشترك للكتلة بينهم، وممكن يكون النجمين قريبين من بعض في الكتلة او واحد اكبر من التاني بشكل كبير، وهنا بنسمي النجم الاكبر في الكتلة بالنجم الاساسي والنجم الاصغر في الكتلة بالنجم الثانوي او النجم المرافق، وبسبب الدوران ده بيطلق عليهم اسم النجوم الراقصة. وهنا في مصطلحات محتاجين نفرق بينهم، وهي النجوم الثنائية والنجوم المزدوجة. النجوم المزدوجة Double Stars، وهي نجوم بتظهر انها نجوم ثنائية لقربها من بعض بالنسبة لعيننا لما بنرصدها كده من الارض، لكن بيبقوا بعيد عن بعض في الفضاء ومش بيرتبطوا ببعض عن طريق الجاذبية. والنجوم مش بس بتتواجد في أنظمة ثنائية، لكن ممكن تتواجد في أنظمة ثلاثية أو أكثر، وفي الحالة دي بتسمى نجوم متعددة. وعلى الرغم من تطور طرق رصد النجوم والتلسكوبات العملاقة الموجودة خارج الفضاء وعلى الأرض، إلا أنه ما زال بيتم إضافة تصنيفات جديدة لنجوم نادرة مش بتتبع التصنيف الموجود حتى الآن، ولسه في أنواع ممكن تضاف زي النجوم المظلمة، وهي لسه مجرد فرضية كنا اتكلمنا عنها هنا قبل كده في القناة، ممكن تشوفها الحلقة ديت من الاي اللي فوق او في صندوق الوصف. واتكلمنا هنا كمان في القناة قبل كده على النجوم الاولى في الكون اللي ربما يكون رصد ادلة عليها تلسكوب جيمس ويب، واللي هتقلب مفاهيمنا الكونية والفيزيائية رأسا على عقب، وان ادلة جديدة نشرتها مجلة نيو ساينتست على موقعها على لسان بعض الباحثين الكبار اللي بيدرسوا هذه الانظمة، على ان النجوم الاولى في الكون ممكن تكون اقرب مما كنا نعتقد من كوكبنا الارض. طبعا لو حابين نعمل حلقة على هذا الموضوع اكتبوا لنا في التعليقات. ولسه النجوم بحر واسع هنكتشف فيه الغاز اكتر ونجوم تحيرنا اكتر واكتر. وبس كده، دي كانت رحلتنا النهاردة بين النجوم. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تدعمنا بالضغط على زر الاعجاب اللي بيحفزنا، اشترك في القناة وتابع الفيديوهات اللي فاتت، فعل زر الجرس علشان تتابع معنا حلقاتنا الجديدة. الشير يا جماعة الخير مهم جدا علشان فيديوهاتنا توصل لأكبر عدد من الناس المحبين للعلم والشغوفين بالمعرفة. وعلى وعد بلقاء جديد إن شاء الله على إنفوسفير ولاف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهمي سليم، سلام عليكم.